محمد تواتي حضر المقتل نتاع شعبان وحضر المقتل نتاع قصدي مرباح. مش حضر فقط، محمد تواتي من اللي من الناس اللي حكمت بالإعدام على شعباني رحمه الله. محمد تواتي اللي هو في الحقيقة من جهة قريبة للجهة نتاعنا، من بني فليق هذه، هو بنفسه كان عسكري، وهو بنفسه من الدشرة نتاعو اللي أعدم 11 من الدشرة نتاعو، 11 شهيد هو اللي أعدمهم، كان أسبيرون في ذاك الوقت كان في ضابط. 57، كان ضابط، نعم كان قرد أسبيرون في ذاك الوقت نعم. 57.